هل لعبت البيس انا قبل ولا لا؟ بالنسبة لهي النسخة بعرف البيس بشكل عام، وبدي وقت شوي لأميز بالكنترول بين البيس وبين الفيفا، لأنه كل واحد كنترول. فتت على اللعبة تبع البيس وبلشت أجرب كم شغلة بالماي كلاب، بأشياء تانية، يعني أشياء ممكن تكون مهمة وأشياء ممكن يعني نعمل فيها سلاسل. طبعا في انماط كتير، في عنا الماين كلاب، في عنا نمط مثلا تدريب او شيء، في عنا نلعب شيء اونلاين، يعني في عنا خيارات كتير، ولكن احنا هلا حنختار ونمشي بنمط الماي كلاب لليوم لنشوف شو ممكن نوصل فيه. النادي تبعي هي التالي، ما بدنا هذه الشغلات. النادي تبعي اللي انا عم بلعبه يعني في عندي بس مستعير روبن مبدئيا، بتذكر روبن استعارته، ما لعبت اللعبة غير جيم واحد تجريبي بس كان، وخسرت فيه، ما بتذكر اني ربحت، بس كان كنت عم جرب عم شوف شو الوضع، يعني عم شوف اللعبة كيف، بس هلا بدي اركز اكثر واحاول اربح. بتذكر انه البلاي ستيشن 4 لها حيز كبير بالقناة، مثل ما في العاب تانية كمان مثل العاب البي سي والعاب الجوال والتابلت. البلاي ستيشن 4 بتنزل تقريبا بشكل يومي وتقريبا بالتوقيت المسائي، البلاي ستيشن 4 التوقيت مبكر الموبايل، والتوقيت المتوسط هو البي سي. طول اللودينج بشكل عام، وهذا الشيء ما بعرف هو من اللعبة ولا من الانترنت، بس احنا متعودين دائما نلوم الانترنت، لانه الانترنت تبعنا بالبلاد العربية بشكل عام يعني ما لها كتير قوية. الكتابة بالعربي ما بعرف ليش ما لها كتير ظابطة معهم، ليكو قديش صار معي صحيح بوينت فوق من مباراة واحدة، بس هي مزبوطة بس من اليسار لليمين. شوفوا في تحديات، في تحدي كوب، بتوقع كوب يعني بدي العب انا وواحد، بس هلا احنا حنروح على الماي كلاب مبدئيا ونشوف شو وضع الماي كلاب واختبار بيئة الشبكة. هات لنشوف مين بيقدر يقول لي شو هي اختبار بيئة الشبكة. يا حبيبي على اختبار بيئة الشبكة، هي شغلات الغريبة اللي بدي اقوله بلعبة بيس، انه نوعا ما تسجيل الهدف عم بحسه اصعب من تسجيل الهدف بالفيفا، هذا الشيء اللي لاحظته. شغلة تانية، فيفا الصور تبعها مختلفة، فيها هيك اوكي، فيها هيك شيء طعم تاني، ما بعرف. طب اكيد 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 لو سألتوني بصراحة او سئلت بصراحة مين الاحسن، بيس ولا فيفا، اتوقع الارجح يمكن يكون للفيفا، يمكن يكون لانه كمبيعات، ك خلينا نقول كراس مال، يعني هن عندهم اموال اكثر بكثير. ولكن لا يعني انه الفيفا، فيفا ولا ها، شايفين هاي تاني مرة ادخل على اللعبة، اعطوني الجائزة التانية. يعني انت في عندك كل ما تدخل يوم يعطوك جائزة الدخول اليومي فعليا او هيك شيء. و صار كامبين فيست، شو هاد فيست اوف سيزون كامبين ويك 1، وان تايم اوفر بلاك بول فيرست كذا، شو هذا ما عم بفهم. مكافأة الفوز لأول مرة أثناء فترة تحمس ضاعفت مكافأة الفوز. طيب ماشي ماشي ماشي، هلا احنا فينا نلعب مباراة لازم. بالنسبة للفريق، بس شوفوا أنا شو الفريق اللي عندي إياه، بهمكم أكيد تعرفوا شو اللعيبة اللي عندي اياهم. أقوى لاعب عندي اللي هو مستعار، اللي هو روبن، واضح روبن. وينه؟ 89. وعندي هاللعيبة كوتينيو ولالا، هيتش ومكابي وروكا، إريكسون، إيفرا وفاسيل وماناس وإيشلر هو الحارس. يعني هاي هي التشكيلة، وعندي المدرب هذا الأمبورومبو أمبورومبو ما بعرف شو اسمه، مدرب شكله حيفرجينا بلاوي سودا. بس تعالوا نشوف بقى مباراتنا لليوم شلون حتكون، وهل حقدر اصنع اول فوز لإلي بهاللعبة ولا لا. اسمي باللعبة طبعا جنجن يوتيوب، ما فيك تحط بالاول 1 جنجن 1، ما فيك تحط واحد يعني رقم. بقى سميت، هذا كان اسمي بالوضع الحالي. في ناس بتحبني اني انا اعلق على المباريات، ولكن انا هعلق، ولكن بنفس الوقت حيكون في معلق اللعبه. هلا بعدين ما بعرف اذا ممكن شيله ولا لا، بس بالنسبه للملابس، اللي بيسالني انت ملابس ماخوذه من اي فريق، لبس اي فريق؟ من باريس سان جيرمان. هذا هو بدك تختار انت شيء، انا اخترت باريس سان جيرمان بس غيرته ليكو فوق، صار اسمه 1 جنجن 1 يوتيوب. يا سلام، وهي اللعيبه وهي الملعب وهي كل شيء، هي تشكيله الخصم ولا شو؟
تماثل، ما في تغيير. إذن ضربة البداية، هلأ حنشوف أول مباراة لنا. نصائح مايك لوغنك: وصفة واحدة للنجاح هي الحفاظ على روح الفريق مرتفعا. يمكن اعتماد توقيع مع لاعبين مناسبين لمفاهيم اللعب التي يتبعها المدير الفني. يعني بدنا نحاول نجيب لعيبة مناسبين للمدير الفني تبعنا. وطابت أوقاتكم بكل خير مثل ما بيقول صاحبنا، ولنشوف شو وضع هاي المباراة. إذن بداية المباراة، تعال نشوف شو بده يصير. طبعا الأصفر اللي ما بيعرف، وهلا بدنا نحاول نعمل شيء وتشوف شوف هالباص البيني ما احلاه. يا سلام، اركض 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 اركض. مين هاد؟ روبن فوق، روبن هو، روح يا روبن، روح يا روبن. لا والله الباص ما الرفعه ما كثير منيحه، بس الهجمه لساتها شغاله، لساتها شغاله. طعوة 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 بي 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 بي. والله ده هجم علينا هجمه، هذا غير شكل. هات لقلك، هات لقلك يا حبيبي. مين هاد؟ اولالا جيبه يا اولالا. اقطع اقطع اقطع. لا لا، ما تخلي. يا سلام، هذا هو الدفاع اللي بدنا اياه. بس الهجمة ما خلصت، الهجمة ما خلصت. لا يا الله، هدف بالدقيقة السابعة من توري، يعني أكلنا هدف. قلت لا لأني عرفان حآكل جول. نعم، قلت لا لأني عرفان حآكل جول. هل حتكون مباراتي الأولى اللي عم سجلها على اليوتيوب خسارة؟ ما بعرف، بدكم تتابعوا معي. ليك وشوفوا الزاوية، شوفوا كلير شوت بالعضل، ضربة بالعضل لا تصد ولا ترد. طيب ما بعرف هل حنقدر نفوز ولا لا، بدي أحاول جهدي وشوف شو الوضع. بداية فعلا بداية رائعة جدا من فريق الخصم بهدف مبكر مثل ما بيقول صاحبنا. وخلينا نحاول نظبط هجمة مثل العالم والناس. باص لتحت، بيني لفوق هيك حلو. اركض 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 يا حبيبي، اركض يا عيني، اركض يا قلبي، ارفع. الله يا حرام، الحارس طلع ووقف الهجمة. باص لفوق، باص لتحت. طيب وينه 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 وينه؟ هات لك هيك، حرام يا حرام يا حرام. عم حاول اني اخترق دفاعاتهم بس ما عم بقدر. كأنه يعني السيطرة تبعهم منيحة بمنطقة الدفاع وبيعتمدوا على الهجمات المرتدة، هذا اللي حسيته من فريق الخصم. المهم بنحاول نعمل هذا. روح يا روبين، يا سلام على الباص، والله ما حيعدي، حرجع على روبن وروبن يرفع وانطح جول. يا الله، حرام حرام، روبن عمل اللي عليه بس اللاعب ما عرف ينطح الطابة بالوقت المناسب. إذا المباراة رجعت شوي، تحمست وفريقنا عم بيحاول انه يعمل شيء، يعمل شيء ويعمل انجازات. شو هاد شو هاد شو هاد؟ مستوى لاعبينهم اقوى بكثير مستوى لاعبيني. شوف 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 شوف، هات لقلك. ايوه احسن، باص سريع حلو، اركض 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 وباص لقدام. انت لحالك، روح 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 وروح روح 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 ورفع لعند رفيقي روبن. يا الله، كان لازم كان شوط، بس قلت لحالي روبن هو المحرز الاهداف اللي عندي اياه الاقوى. ومحاولة محاولة معلش، نخلي الضغط شغال ومحاول عدي يعدي. يا روبن يا روبن يا روبن، لا يا روبن. وقطع حلوة حلوة، يلا وباص هيك وباص هيك. انت عدي انت عدي، انت قلبي انت روحي، ما قدر يعدي. لاحظوا انه الضغط تبعنا منيح بالوقت الحالي، ما عم نخليهم يعرفوا يدافعوا. وهل بقدر شوط من هون؟ يا حرام يا حرام، مع انه ما كتير عبيتها بقوة كبيرة بس حسيت الطابة طلعت كتير قوية. نشوف الإعادة معلش، نشوف الزاوية تبع الشوط، شوفوا من هون، والله كان لازم تفوت. شوف طراء، يا حرام، ارتفاع مناسب بس التوجيه ما كان مناسب. نعم، ارتفاع الطابة جيد، يعني لو بالجول هي كانت فاتت يمكن، وصعب كتير على الحارس، بس الجهة ما كانت مناسبة كتير. وسلامات. وروبين روبين بيعطي باص بيني كتير جميل، كتير بيني. ويلا يلا باص لتحت، شوط شوط بالجول، شوط بالجول. يا الله، جول 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 جول. اولالا، بيحط لنا الهدف الاول بالدقيقة 27، وبنقدر شوي نعدل بهالمباراة. إذا قدرنا نعدل بهالمباراة نشوف الجول مرة تانية. الجول كان نظيف بس
ضرب بالدفاع الخصم، بس بكل الاحوال كانت فايته فايته، يعني شوفوا الشهه تبعها كانت فايته، ضربت بالدفاع كمان فاتت، ما فرق شيء. اذا ما من الدفاع ما لازم يلومون كثير على الخطا تبعه الدفاعي، هو بالعكس هو حاول يشيلها، والنتيجه 1-1، وحنشوف اذا حنقدر نربح هالمباراه ولا لا. طبعا بدي اياكم كمان تكتبوا لي انه حابين انه بهذا النمط وصل لفريق مثالي، فريق الاحلام ولا لا، لانه ماله سهل الموضوع، موضوع صعب وركنيه، وانا ما بعرف، خايف حاسه حاكل جول الكمبيوتر هذا، ما بعرف ما حاكل جول لانه مو علي، بحس المباراه دائما لما تربح شوي بتصير صعبه كثير، مدري شو بيصير. وهي باص لفوق، يلا روبين روبين، والله حرجع لورا لانه ما في حدا لسه قدام شغال، ولتحت يا سلام، قرب شوي، هدي، وهي هيك، وعدي عدي، شوط، يا الله على هالهدف، يا الله على هالهدف، كوتينيو، يا سلام، الله عليك يا حبيب والديك، والله الهدف هاد نار وشرار، نيزك نيزك نيزك. شوف انا وقت حسيته انه عدى من اول مدافع هون هون هون، عدى منه خلاص، انفتحت الزاوية وخلاص، ما عاد تنصد، ما عاد تنصد، يا عيني عليك يا كوتينيو. والنتيجة 2-1، والمباراة ماشية. وهلأ عم يحاول فريق الخصم انه يعمل شيء، بس ما حنخليه يعمل شيء، وباص بيني من هون، يا عيني عليك، اركض 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 اركض، في حدا معي فوق، ما في حدا فوق، فوتوا اكتر. طيب منهدي كمان من هون، خد انت، ارفع ارفع ارفع، روح يا الحارس، شال الكرة من جوات الجول وانحسبت جول لروبين، يا عيني عليك، المدفع الهولندي روبين روبين، يا السلام، أجمل كرة عرضية. نعم، إذا روبين بيحط الهدف، شوفوا الهدف، ما بعرف شو هاد، شوف 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 الرفعة، وشوف روبين ونططاء، خلاص خلاص، من قوة الطابة الحارس فات بالجول، كابتن ماجد، يا عيني عليك يا عيني. وانتقلنا للنتيجة 3-1، والله فتحت معنا، وشكله أول تصوير بعمله على اليوتيوب، الحمد لله، فيه جوال، حصة تدريبية تحول لحصة تدريبية، يا الله. ونحاول نقطع الطابة، لا لا لا، ما استسلم الكمبيوتر بنوب، وعم بيسدد، يعني عم بيحاول يحرجني نوعا ما، ما حتقدر تحرجني، نحن حنقدر. ويلا يا روبين، يلا يا روبين، روح روح روح، لا 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 لا، الزاوية زودتها زيادة عن اللزوم، بس بدي اعدي منه، لو ضليت دغري ما بعدي، وقطعها ما بتنقطع، حيمر لفوق، اكيد حيمر لفوق، ليكو ليكو، مقروء لعبه، هيك صار الحكي، ما عجبني بنوب، هات لك تعال، ايوه، لا هم ما يحلموا بهدف. اذا باص لهون، اوكي، روح بينيه، عدي، فيك تعدي من المدافع، عدي منه، عدي من الثاني، يا حرام، هذا هو اخر واحد، لو عديت منه خلاص، هي زحطه هيك، الضغط مستمر، حيعطي لفوق، يا سلام، اريناها، وانتهى الشوط. إذا الشوط الأول أعزائي المشاهدين، أعزائي مشتركين اليوتيوب، 3-1. بدي اليوم حلقتنا تكون ضايجة كتير، بدنا نشوف كمية كبيرة منهارة من اللايكات، نوصل هالمقطع ل 10,000 لايك، نسبة وجود محبين كرة القدم، بدي أشوف مين هن محبين كرة القدم، وينهم، شو عم بيعملوا، قديش فيهم يعملوا شيرات ولايكات، بدنا حماس عالي. حتى لو انت هلا عم تتابعنا، حتى لو بتفضل شوي الفيفا عن البيس او العكس، ما بهم، نحن هلا عم نحكي عن جمهور كرة القدم. وخذ هالباص ما احلاه، اوكي، تعدي ولا لا منه، طيب رأسه من هون، ما بيخليني اعدي، طيب هيك، روح روح، يا سلام، صوت، يلا 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 يلا، يا الله، عالية شوي، كان لازم خفف الدمج تبعها، نعم، لأنه هي ما ضربة كرة قدم، هي ضربة سيف، دمجه عالي، شوف 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 شوف، طق،
يا الله، على فكرة ما كان جابها الحارس، ما كان شافها ولا كان جابها لها الشوطة اللي كانت، أو اللي هي نطحة مثل ما بيقول الواحد شاطة براسه. نعم، هاي اسمها شاطة براسه. يا سلام، شاطة براسه. وتعال نعطي مثلث هيك بيعدي. يا حرام يا حرام، ضربة زاحطة. شوف 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 شوف، لقطة غير عادية. طلع 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 طلع، زحط وطرق، بس الحارس والله شالها. كل الاحترام والتقدير لهالحارس هذا اللي قدر يشيل هالضربة. إذا في عنا ضربة ركنية، وهلا نحاول نفوت جول ركني ولا لا، حنشوف. عبيتها كثير، وعبيتها كثير، وفجرت الجول، فجرت الجول، حطمت الأشباك. يا سلام يا روكا، روكا روكا كانت جبنة ولا شو، ما بتذكر، بس روكا فوت الجول. يا سلام، تعال نشوف مرة تانية، مع إني معبي عداد كامل بس لأنه قريبة. روكا حط الهدف في الشباك، يا عيني عليك يا روكا. إذا روكا الجبنة تبع فريقنا، الجبنة الظريفة، قدر يفوت جول مهم. 4-1، النتيجة ماشية بشكل جيد كتير. فاول حاولت بس ما كان فاول، ما مشكلة، خلص بنمشيها، ما بنحكي عن الحكم شيء. المهم ما في بطاقة بالوقت الحالي، لازم نحاول نحط بس هدف أخير، لأنه أتوقع بالهدف الجاي بينهي المباراة تماما. هلا عندهم لسه فرصة، بس قلت لكم لسه عندهم فرصة. قلت لكم لسه عندهم فرصة، ما استسلموا، ما طلعوا برات الجيم، لساتهم شغالين فريق الخصم. مشان هيك لازم نركز كتير منيح، نركز كتير منيح يا حبيبي. تعال، وين بده يرفعها؟ لهون تقريبا، لهون ولا لا، ارفعها ابعد. يلا، عندنا مدافع تاني، وفي حدا فوق، في واحد بس، في واحد بس. لا 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 لا، ما بدي اكل جول هيك بدون شيء، بدون شيء. لا 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 لا، قلت لكم حاكل جول. اذا اكلنا جول من مكبي، اعطانا الجول، باين الجول يعني. خلص، شوف شوف متى ما هون 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 هون، هليكو جول يعني. هي ما اتاخذ الطابة، خلص فاضي فاضي، مفتوح الزاوية قدامه، ما في، المدافعين كلهم هاجمين لقدام شوي. السبب يمكن بعد الركنية. هل معقول مثل ما قال الحكم هلا انشهت صحوة للفريق ولا لا؟ ما بعرف. هي باص بيني لتحت لروبين، يلا ارفع وانهي انهي انهي هدف. يا ليش ما نط اللاعب؟ ما بعرف، حسيته كتير راكد عليها بقوة وانسيابية، ليش قرر ما ينط؟ ما بعرف. رمية جانبية اذا، وتعال لا 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 لا، قطع 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 قطع، لا تخليه يعدي. ايوه يا عيني عليك، معلش معلش معلش، يرجعوا الدفاعي. انا اللي اخذتها كمان، والله مدافع رهيب. وحنرمي الرمية القاتلة، باص هيك لفوق، ايوه تمام. اي اي اي، لا 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 لا، العلقة على الآن فوق بين رمية لإلي ورمية لإله، والوقت عم بيضيع من مصلحتنا. بس كمان أنا لساتني قلت لكم بدي جول لأمن، بدي جول لأمن. لا، فاول علي والله، حرام. صادق صادق يا حكم، خلص ماشي. يعني شو هاد؟ عندما يسدد خصمك تجعل حارس مرمى يتحرك. اي بعرفها هالقصة، بعرفها. مثلث، مثلث مشان ينط يقرب الحارس. اذا ما سدد، ما سددوا، اعطاه، اخذت نقاط لاني نطيت، خليت حائط الدفاع ينط. هلا هسه بعرفها طبعا، وانه ما بعرفها. ونركض هيك، نركض هيك. طيب، هي باص حلو، روح روح. تعدي منه لهاد ولا لا؟ والله عدى، والله عدى، والله عدى، والله عدى، والله عدى. بس بده يرقص هاد بشي طريقة. طب خذ هالباص وارفع لفوق، ويلا اعطيني جول. يا كثير قويتها، كثير قويتها، صاير عم قوي كثير، بس هذا من فرط الحماس. وشوف شوف شوف، قرار جيد جدا بالباص هذا اللي ورا، لانه اللاعب مرتاح ليرفع وهو مرتاح، بس هذا اللي شاط شاطه بقوه كتير. وعلى فكره يعني لو مخففها بس شوي كانت فاتت جوا، ما بدها تخفيف كتير. ولو كانت خفيفه كتير كانت فاتت جوا كمان، يعني كل السيناريوهات كانت فاتت، بس مو عداد كامل. هلا نحاول. لسه 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 في خوف، في خوف من جهتي، مالي مطمن كتير. ونعطي باص لهون، ونعطي باص لهون، اوكي. طيب شو رايك بهالباص الحلو، رفعه، روح روح طوليه، روح روح روح. بس في عنا مدافع، شلون نمر منه هذا؟ طيب
نجي لهون، اجي لهون، نباص لورا ورفعه وهي خفيفه. يا الله المره المدافع سلاله، تعلمت من اخطائي، ضربت ضربه اخف، بس المدافع شل اياها بالثانيه اللي ما كان لازم تنشال يا حبيبي. طيب هلا شو بدنا نساوي؟ هلا هل فينا هالركنيه كمان نحطها يا ترى؟ ما بعرف، اجرب ومطحه. يا حرام يا حرام، ما تخليه يعدي. ولي ولي لازم هذا ما يعدي. حلو، احسنت احسنت، مدافع رائع. وهي باص هيك، وهي باص بيني لهون، وهي شوطه. يا عبيتها، كان لازم على الطاير، كان لازم على الطاير، بس عبيتها بالعداد الصح. ولسات الهجمه مستمره، وهي باص لتحت، وهي باص لفوق، واحد اثنين، وهي شوطه. اوه الواحد اثنين، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هذا هو الجول الحاسم، خلاص. اولى الله على هالجول. اذا انتهت المباراه، اتوقع اتوقع ما عاد فيهم يرجعوا بالمباراه، خلاص 5-2، واتوقع انه نحن ربحنا يا جماعه يا جماعه. فريق الجن جي اي ان، اختصار الوان جن جن وان، هو الفائز بهالمباراه. نعم، شو ما صار خلاص، بس لعبوا صح وبنربح، ما كتير تتهور. وطبعا نعطي باص لقدام وباص تاني لقدام، والله عدى 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 وشاط. يا حرام يا حرام، عدى عدى وشاط. فيها فاول؟ لا فيها فاول علي، شكله فاول علي، بعدين ما كبست شيء يعني، بس لاعبي ليكو لاعبي شوي ازعر، هذا اللاعب شوي لاعب شوي هيك يعني، يحب يغش. دقيقة 77، مباراة بنهاياتها يا جماعة، وطلب الضغط اعطوني يعني، ما بعرف ما عمل طلب ضغط لحاله، وطلب الضغط المدرب يعني، ما بعرف. لا تخلي يعدي، لا تخلي يعدي، لا هي برا جول، لا برا، من برا هيت لحالي. كثير صعبة صعبة، بده يكون لاعب قوي، اذا لاعب قوي ممكن، بس لعيبة عادية صعب. وهي رفعة هيك، هي لإلي مفروض، احرام. طيب هات هي روبين، روبين يا روبين، لا 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 لا, لا. هات لقدام، دقيقة 82، فينا نحط آخر جول إذا فينا، ليش لا؟ عد يا حرام، الكسرة كانت كثير متهورة، هاي الحركة اللفة اللي لفيتها، بس يعني كان ممكن إني ساوي شيء. هيك 85. طيب انت انت تحت روح، انت تحت روح، انت تحت روح، روبن 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 روبن، ارفع 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 يا روبن. يا حرام روبن، لا تستسلم لا تستسلم، حاول روبن لو رفع يا جماعة، روبن لو رفع. تبديلات من قبل الفريق الخصم، ما كتير بيهمنا هذا الموضوع. دقيقة 86 يعني، شو بده بالتبديلات؟ يلا تعال نشوف، فيها نقطة ما قدرنا، هاي فيها نقطة هيك. ايوه يا مدافع، على مين؟ على مين ما بعرف، انا نطيت بصراحة، بس اتوقع عليه. اوكي انا نطيت، وهي بيجيبها لاعبي ما بجيبها لاعبي. يلا ويلا باص، روح عدي 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 عدي، ما بيعدي، بدها حركات فنية ليعدي. الوقت انتهى، الوقت الرسمي للمباراة انتهى يا جماعة، الوقت الرسمي انتهى. جيبوا، اوه انا تهورت كتير كمان، اتعملت زحطة بالدويرة، نزلت عليه، كان ممكن اكل ضربة جزاء، بس والله كانت يعني زاويتها منيحة مو لكتير سيئة. بقيان حوالي الدقيقة ونص يعني، هي يمكن تكون اخر هجمة، تعالوا نشوف هل حنقدر نعمل فيها شيء. طع 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 طع، ما قدر يقطع اللاعب. وتعال يا حبيبي، تعال يا روحي، واو انتهت المباراة. اذا انتصار، قدرنا نربح باول مباراة بماي كلوب، نعم بماي كلوب قدرنا نربح اول مباراة، وسجل 3 مرات، وعطونا 80 نقطة، وامور حلوة، امور حلوة. عم يقول لك هل تعني تشاهد مباراة لا تحب ان تنتحي؟ والله هذا المذيع اليوم عم بيدعمنا، هذا المعلق كان معنا، وهي الأشياء 5 أهداف مقابل 2،
وامورنا بخير، واتوقع حاخذ نقاط هلا وشويه شغلات وشوف اذا فيني طور وما طور. وهدول اللعيبه اللي طلع مستواهم، المستويات بتطلع على اللعب وهيك اشياء، النمط كثير كبير. هاي نقاط الخبره فعليا، وهيك اللعيبه هيك فرقوا، شايفين كله هاي الطاقات اللي فرقوا فيها. ليفل واحد واحد اثنين اثنين قصدي ثلاثة، وهذا صار أربعة، ولالا ولالا صار كتير ماله قليل. وأخذنا هالجوائز هاي كلها، أرقام كتير أرقام كتير. جوائز المباراة، المستكشف، متخصص في لاعبي مركز، مسجل اس اس، المستكشف 3 نجوم، شي جميل. طيب اذا الحلقة كانت مثل ما شفتوا اليوم، المدير الفني هي الوضع وهي كل شيء. كانت طويلة نوعا ما، بدي الحلقات القادمة تكون اقصر، بدي اشوف اذا فيني بالاعدادات خفف شوي من طول المباراة، او لشوف شو بدي اعمل. بس بكل الاحوال طبعا نحن عم نجرب لسه، اول يعني تجربة لإلي للعبة فعليا. بدي ارائكم، بدي حماس مثل ما قلنا. ما تنسوا تكونوا اشتركتوا القناة، شغلتوا الجرس، وبذكركم انه في مسابقات كل 14 بالشهر، بطاقة بقيمة $100 و10 بطاقات بقيمة 10 كل بطاقة، ممكن تاخذهم انت للبلاي ستيشن ستور، ممكن تاخذهم لجوجل بلاي، اي تيونز، ممكن تاخذهم باي بال تعمل فيهم اللي بدك اياه. ممكن بلاي ستيشن مو شرط تبع الدولار، ممكن يكون تبع اليورو او تبع الباوند او تبع الاماراتي، يعني تنقي جائزه اللي بدك اياها. كل عليك تساوي تكون انت مشترك بالقناه ومفعل الجرس، وخلينا نوصل نشوف كم لايك وكم شير فينا نوصل هذا المقطع. يلا بشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه.